بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله بالعالمين نحن نتمنى أن يتم مطلب سريع من الإدارة المصرية ومن المجلس العسكري قبل أن يكون هناك تفاعلات أخرى. والله نحن يعني مضغوطين ضغطا كبيرا نفسيا طبعا بداية ومن الشعب المصري أن نقوم باعتصامات وأن نقوم بمسيرات في مصر، ولكن نحن كما نرى وضع التحرير ووضع البتاع نحن يعني نريد أن يتم الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن بأقصى سرعة، ونحن نقول ونعيد أن إرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن سيكون تثبيت للنظام السلمي ودعم الجماعات الإسلامية المنادية بالأمور السلمية، ومرحلة ستكون أفضل لأمريكا ولمصر بإذن الله سبحانه وتعالى. في بعض الشباب سجلت معهم قالوا لو إن لم يفرج عنه قبل رمضان سيتم الاعتصام وصلاة التراويح. أنا أقول لحضرتك هذا أمر نحن مضغوطين جدا من الشباب وشباب الثورة أن نحن نقوم باعتصامات من اليوم، ولكن نحن سنؤخرها حتى يعني ربما رمضان قبل رمضان، يعني الأمر ليس بأيدينا والله. فنحن نطلب بسرعة الإجراء، ولا أدري لماذا هذا التباطؤ. إن كان النظام المصري السابق كان عنده مبررات لتعطيل إرجاع الشيخ عمر إلى مصر، وعندما طلب كلينتون إرجاع الشيخ عمر إلى مصر ومبارك رفض، كان يعرف أن الشيخ عمر عبد الرحمن من أكثر الثوار ومن أكثر المناضلين والذين يقفون أمام مبارك. لكن الآن لماذا المجلس العسكري والمشير طنطاوي ووزيرة الخارجية لماذا يعني الشيخ عمر عبد الرحمن؟ نقول لهم مرارا وتكرارا سيثبت الوضع في مصر وسيكون عامل استقرار وليس عامل خلق. نتمنى إن شاء الله إن احنا نقول للطلاب خير. نسأل الله ذلك من فضله يعني. جزاك الله خير.